الأخبار من الراي. يا أخ أحمد، أنت تاريخك السياسي تاريخ سياسي عريق، وأنت تدرك أن هناك مخالفات بالنسبة للائحة يجب أن تقف أمامها بحزم. مناشداً وقف التجاوزات والضغوطات، عبد الصمد يبرر تراجع الحكومة عن قانون تغليظ العقوبة عازياً القرار لخطأ وزير الأوقاف. المصنع للأصباغ والمواد البلاستيكية، العمال الموجودين يفترض أن لديهم الخبرة الكافية بالتعامل مع الحريق قبل وصول فرق الأطباق. في جديد حلقات أمغرة والحرائق، ألسنة اللهب تنشب في مصنع للأصباغ ومراكز الإطفاء تسيطر على الحريق وتطوق المكان. أفضل يكون هناك قانون تكنولوجيا المعلومات يضع حجية يستطيع من خلالها الكشف عن مدى صحة تزوير أو دخول هاكرز. قانون تكنولوجيا المعلومات مشروع حبيس الأدراج البرلمانية والحكومية وفراغ تشريعي يعزز الحاجة لمعالجة الجرائم الإلكترونية. نشرة الأخبار من الرأي، أهلا بكم. مدافعا عن الموقف الحكومي بشأن رد قانون تغليظ العقوبة بحق المسيء لله ولرسوله الكريم من بوابة الثغرات القانونية، أكد النائب عدنان عبد الصمد عبر منبر لقاء الرأي أن الحكومة وافقت على قانون تغليظ العقوبة بناء على قرار خاطئ من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرا أن موافقة الوزير تمت تحت ضغط بعض النواب الأغلبية. عبد الصمد قال أيضا إن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائبه خالد السلطان يخضعان لرأي الغالبية ويخالفان مرارا بنود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على حد وصفه. أولا الوزير خطأ إن في ملاحظات جوهرية يوافق عليه، هذا نعم. اللي قلنا نعم. ثانيا ترى اللي يعيش وضع المجلس مع الأسف فعلا الحكومة ما عندها كوردينيتر منسق فيما بينها. حكومة صوتت، حكومة ردت، هي نفس الحكومة. أنا قاعد أقول لك لأن شنو يعتمدون كل الوزراء يعتمدون على رأي وزير الأوقاف. نعم. وزير الأوقاف أنا أقول لك في الجلسة هناك من الأعضاء من يروح يقعد يمه ويحاول يضغط عليه أنه يوافق على هذا القانون، وحصل قدامي تحت الضغط. أيه؟ وافقت الحكومة على هذا القانون؟ تحت الضغط وافق عليه وزير الأوقاف، وما دام وافق وزير الأوقاف شيء طبيعي أن الحكومة كلها بس ما درس هذا الموضوع بهذا التعديل بهذه الثغرات على مستوى مجلس الوزراء. يفترض الوزير لما يشوف هالقانون إنه والله في ثغرات يطلب يا جماعة حتى المداولة الثانية أطلب تأجيل هذا الموضوع لكي نتدارس هذا الموضوع في مجلس الوزراء. أنا أتصور هذا قرار فردي من الوزير وتوهق فيه. في بعض الأحيان سواء الأخ أحمد السعدون أو الأخ خالد السلطان يخضعون لرأي الأغلبية على الرغم من مخالفته للائحة. أتمنى الأخ أحمد السعدون يثور على نفسه ولا ينقاد للأغلبية، وفي يوم من الأيام قيلت من أحدهم أو نقلت بأن إحنا اللي يبناك إحنا اللي نشيلك. لا يتصور الأخ أحمد أن لا والله هو مرهون بقضية الأغلبية. يا أخ أحمد، أنت تاريخك السياسي تاريخ سياسي عريق، وأنت تدرك أن هناك مخالفات بالنسبة للائحة يجب أن تقف أمامها بحزم. من جانب آخر، انتقد النائب عدنان عبد الصمد آلية التعامل مع رفع الحصانة فيما يتعلق ببعض النواب. مسلم يقول عن جاسم الخرافي أنه سبب في ضياع الكويت، وأن من قدرها السيء أن يكون رئيسا لمجلس الأمة، كما أسند إليه أنه سلم وشركائه أستاذ جابر مشوها، وأن أربع أرواح في القطاع النفطي أزهقوا لأنه المقاول في ذلك القطاع. تهمة بالقتل. ورئيس مجلس الأمة كما أنه أخفى معلومات عن صاحب القرار. أنا لما أتهمك هذا الاتهام وخارج نطاق مجلس الأمة مو تحت قبة عبد الله السالم، أنت مالك حق تقاضيني. وكان الأخ مسلم دائما يقول إن أنا لا، أنا في ساحة القضاء، أنا مستعد أن أواجه القضاء. في التصويت اللجنة التشريعية ما ترفع الحصانة عنه، والأخ مسلم يصوت مع عدم رفع الحصانة عنه.
في المواقف البرلمانية أيضا وفي سياق مختلف، طالب النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء في حال اتخاذ أي قرار بإجراء تعديل وزاري، طالبه بضرورة مراعاة المرحلة القادمة والتي تتطلب وزراء أكفاء قادرين على العمل من أجل تحريك خطة التنمية المجمدة منذ سنوات. نطالب سمو رئيس الوزراء أن يأتي بحكومة قوية تطبق القوانين تنفذ المشاريع. إذا نرجع احنا كثيرا إلى الوراء في سنة 85 أقروا خطة التنمية ولم ينفذ منها شيء، أيضا أقروا خطة التنمية مرة أخرى في سنة 2008 على أساس تبدي بداية في سنة 2010 في ميزان هائلة 30.5 مليار قسمت على مرحلتين، 15.5 مليار على الحكومة و15 مليار على القطاع الخاص. الخطة الأولى 2010-2011 والخطة الثانية 2011-2012 والخطة الثالثة 2012-2013. إذا احنا نبي ناخذ الخطة الأولى 2010-2011 لم ينفذ منها إلا 114 مشروع من أصل من 884 مشروع، وكلها مشاريع غير ملموسة، مشاريع بسيطة جدا. إذا نبي ننتقل خطة 2011-2012 لم يقر منها أي شيء يذكر ونسبة الإنجاز تقريبا صفر. لأن النواب لم يفسحوا مجالا للحكومة أن تعمل يعني. لا. يتواصل مسلسل الحرائق في أمغرة وجديد حلقاته حريق هائل نشب في أحد مصانع الأصباغ والمواد البلاستيكية، حيث هرعت 6 فرق إطفاء إضافة إلى مركز الإسناد إلى مكان الحريق، وتمكن أكثر من 100 رجل إطفاء من السيطرة على الحريق خلال 2.5 ساعة. وتبلغ مساحة المصنع 3000 متر مربع، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بسبب نشوبه في يوم عطلة رسمية لعمال المصنع. المصنع للأصباغ والمواد البلاستيكية كان البلاغ 53، وصلت أول فرقة تقريبا بعد 5 دقائق، والمراكز اللي تعاملت مع الحريق الجليب والجهر الحرفي ومبارك الكبير المواد الخطرة، وكذلك مركز مغرم مؤقت. تم السيطرة على الحريق بعد تقريبا 2 ساعة، اللي هو تقريبا 6 لا شيء، ونتوقع الحريق يحتاج إلى بعد 2 ساعة بانتهاء بالكامل مع التفتيش النهائي. الحقيقة احنا دائما نواجه مثل هذه الحوادث، ونتمنى الحقيقة السلامة للجميع أولا، وطبعا ثانيا كما دائما نحذر الأخوان داخل هذه المصانع والشركات وهذه الغسائم باتخاذ الحيطة والحذر، بخصوصا بوجود اشتراطات السلامة والأمن طبعا في داخل هذه يعني المصانع. رجل يعني السكيورتي الموجود العامل يفترض أن لديه القدرة على التعامل مع الحريق أولا بأول، يعني الإسعافات الأولية، استخدام طفاية الحريق من الضروري الملحة، أن إذا عرف شلون يستخدم طفاية الحريق أنا أعتقد ما راح نوصل لهالمواصيل. الإرشادات هذه تيجي من صاحب المصنع للعمال الموجودين، يفترض أن لديهم الخبرة الكافية بالتعامل مع الحريق قبل وصول فرق الإطفاء. منذ حوالي السنة ونصف السنة تقدمت النيابة العامة بمشروع قانون تكنولوجيا المعلومات، إلا أنه وإلى يومنا هذا لا يزال القانون مكان كراوح في الأدراج البرلمانية والحكومية رغم الفراغ التشريعي في البلاد بهذا الصدد. التفاصيل في تقرير لسمر شدياق. للأسف احنا لحد الآن ما عندنا اتفاقيات خاصة مع دول العالم، بمعنى ان اليوم لو استهدفنا من الخارج من الهاكرز من بعض اللي يمس الذات الأميرية أو الذات الإلهية أو الذات الرسول صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نتبادل المعلومات بالصورة اللي رسمها القانون الدولي. فانطلاقا من هذا الواقع تتأكد الحاجة الماسة إلى قانون تكنولوجيا المعلومات والذي تتعطش إليه البلاد، حيث يطبق قانون الجزاء العادي في قضايا الجرائم الإلكترونية. وفي حين من السهولة بمكان أن يبرأ المتهم بحجة أن هذا الحساب لا يعود له، فإن الدعوات تتعالى من أهل القانون إلى إخراج مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات من الأدراج البرلمانية الحكومية، وهو القانون الذي تقدمت به النيابة العامة منذ حوالي 1.5 سنة. الآن القانون اللي تبنته النيابة العامة وضع آلية علمية تستطيع من خلالها
الكشف لمعرفة هذا الدومين يخص هذا الشخص من عدمه. قانون تكنولوجيا المعلومات يضع حجية يستطيع من خلالها الكشف عن مدى صحة تزوير أو دخول هاكرز متسللين لهذا الحساب من عدمه من خلال المباحث الجنائية، لأن هم الآن المباحث الجنائية وضعوا قسم خاص لتكنولوجيا المعلومات كما أمن الدولة وضعت هذا الأمر. وأمام الحاجة لهذا القانون الكامل المتكامل بحسب أهل القانون لمعالجة الجرائم التي ترتكب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية، يؤكد لسان حال الشارع حالة الإحباط في البلاد. هذا قانون بالعكس يحافظ على المغردين وعلى أصحاب المنتديات حقوقهم، لكن هل هذا القانون يعني راح يطبق بحذافيره، أم هذا القانون حالة من حال القوانين الثانية اللي مجرد حبر على الورق؟ الرؤية مثل النظارة شمسية غير واضحة. وفي ظل الفراغ التشريعي فيما يتعلق بقانون تكنولوجيا المعلومات، فإن واقع الحال في البلاد يتطلب استقرارا سياسيا ووقف الصراعات القائمة ما بين السلطتين لوضع هذا القانون في سلم الأولويات. سمر شديق نمور، الراي. وفي سياق متصل، أكد النائب عبد اللطيف العميري حاجة البلاد الماسة لقانون تكنولوجيا المعلومات بغية مواكبة تطورات العصر وضبط المدونات الإلكترونية. لما يكون قوانين حديثة الآن تعرف التفاصيل أكثر بدقة أكثر، أنا أشوف هذا الشيء أفضل، يعني من أن نطبق قانون مثلا قانون اللي طبق على إساءة أجهزة الاتصال في 79، يمكن قبل لا تظهر أجهزة الكمبيوتر، يمكن حتى الآن إحنا في 2012. فأتوقع أن أفضل يكون هناك قانون لمثل هذه الأمور حتى تنضبط وكذلك حتى يواكب يعني التطور السريع جدا. كل متبرع بطل، شعار اليوم العالمي للتبرع بالدم. وبهذه المناسبة كرم بنك الدم المركزي في الكويت المتبرعين من الأفراد والشركات وسط حفل توعوي أقيم تحت رعاية وزير الصحة علي العبيدي. وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة قيس لدويري على أهمية هذه المناسبة والمعالي الإنسانية النبيلة التي تحملها، كما أشاد بجهود المتبرعين وجهود الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية التي ساهمت في تعزيز ثقافة التبرع بالدم. احتفلنا مع جميع دول العالم بتكريم المتبرعين بالدم، هؤلاء الأبطال طبعا اللي ينقذون حياة الكثيرين، هذا الأقل أقل أقل تقدير أن نقوم بتكريمهم سنويا. العالم كله يحتفل بهؤلاء الأبطال المميزين الذين يتبرعون بدمائهم. هذه هي عبارة عن واجب إنساني وواجب قومي يقوم فيه هؤلاء المتبرعين. أقل واجب نقوم بتكريمهم. دائما إدارة بنك الدم وخدمات بنك الدم يقومون بهذه الاحتفالية. خدمة بنك الدم طبعا تواصل إنجازاتها فيما يخص التميز بالخدمات المقدمة من خلال بنك الدم ومن خلال التواصل مع المسؤولين وتواصل مع الجمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية بحيث أنها تشجع وتحفز جميع مؤسسات الدولة للقيام بالتبرع. هذا واجب إنساني. تقديم الخدمات عن طريق وحدات متنقلة، عن طريق برامج توعوية، عن طريق انتشار في جميع مواقع الدولة. كل متبرع تبرع بدم لو أول مرة هم نعتبر احنا بطل ومتميز، وشعارنا مثل ما تفضلت الدكتورة كل متبرع بدم بطل، نعتبركم أبطال. نستقنا معكم حملات مع الجهات والشركات ومع الأفراد، كلكم أبطال، نفتخر فيكم، الكويت تفتخر فيكم. المرضى اللي استفادوا من الدم اللي خذيناه منكم أو الحملات اللي سويناها وياكم كل الناس تفتخر فيكم. عدد المرات المتبرع فيها 106 مرات، ودائما باستمرار. هي مش أول مرة موضوع التكريم تبع الوزير، هي تقريبا ثاني مرة أو ثالث مرة بيكرمونا فيها، والحمد لله. يعني موضوع التبرع صار عندي أنا كل شهرين أو أوقات كل شهر تبرع، لأنه بحس إنه كل نقطة دم بتبرع فيها بحي إنسان. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. ارتفاعات طفيفة في أسعار النفط بعد قرار أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية.
ارتفعت أسعار النفط الخام على نحو طفيف اليوم عقب قرار وزراء نفط أوبك إبقاء سقف الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يوميا. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول سيخفضون الإنتاج التزاما بسقف الإنتاج المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، وسيظهر إثر ذلك خلال شهر يوليو المقبل. وقد اتفقت أوبك خلال اجتماع وزرائها على الإبقاء على سقف إنتاجها المستهدف. خفضت مؤسسة مودز للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لأحد عشر بنكا أوروبيا، حيث قالت المؤسسة إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا تخلت اليونان عن اليورو. كان هذا مع بدء موجة طال انتظارها من تخفيض التصنيفات للمؤسسات المالية الأوروبية الكبرى. كما أضافت مودز لخدمات المستثمرين إنها اتخذت إجراء ضد 5 بنوك هولندية وثلاثة بنوك فرنسية وبنك بلجيكي وآخر في لوكسمبورغ. استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1620 دولارا للأوقية مع توخي المتعاملون الحذر قبل الانتخابات اليونانية المقررة مطلع الأسبوع المقبل، والتي قد تضع نهاية لعضوية أثينا في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بنحو 2% هذا الأسبوع بعد سلسلة من البيانات الأمريكية الضعيفة، كما أذكت التكهنات بأن أزمة منطقة اليورو قد تضر بالنمو الأمريكي، مع الحديث عن المزيد من إجراءات التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأمريكي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. إنجاز عماني كبير بتصدر القارب الموج مسقط منافسات الجولة الثالثة لسباقات الإكستريم. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. حذرت اللجنة الأولمبية الدولية من أنها ستفرض عقوبات قاسية على الرياضيين الذين ينسحبون من منافسات أولمبيات لندن المقررة الشهر المقبل لدواعي سياسية أو دينية. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ إن اللجنة لن تقبل بأي أعذار لانسحاب الرياضيين من الأولمبيات إلا لسبب وحيد وهو الإصابة. وأوضح روغ أن جميع الدول التي ستشارك في الألعاب الأولمبية تلقت تعليمات واضحة من اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الخصوص، مؤكدا أن الرياضيين الذين ينسحبون بحجة الإصابة سيكون عليهم الخضوع لفحوصات طبية من قبل لجنة طبية دولية. وجاء ذلك التحذير من اللجنة الأولمبية في أعقاب انسحاب اللاعب الجزائري ناصر الدين بغدادي من سباق القوارب الصغيرة في ألمانيا بسبب مشاركة المتسابق الإسرائيلي روي بيلينغ. تصدر القارب العماني الموج مسقط ترتيب الفرق المشاركة في ختام الجولة الثالثة من سلسلة سباقات الإكستريم برصيد 29 نقطة، تاركا المركز الثاني للقارب الفرنسي غروب أيدموند برصيد 25 نقطة، في حين جاء في المركز الثالث فريق ريد بول، بينما حل في المركز الرابع قارب الطيران العماني. وتشمل سباقات الإكستريم على 8 جولات تقام في دول مختلفة على مدار العام. تقرير لأحمد العنزي. تمكن القارب العماني الموج مسقط من الفوز بالمركز الأول في اليوم الختامي لسلسلة سباقات الإكستريم بالجولة الثالثة بإسطنبول، وجاء هذا الانتصار بعد منافسة شديدة جرت جولته على مدى 4 أيام في العاصمة التركية، خاضت فيها الفرق 29 سباقا، تبادلت فيها المراكز والصدارة التي عادت في النهاية لبطل جولة تشونغ داو الفريق العماني الموج مسقط الذي حافظ على مركزه في مقدمة الترتيب للجولة الثانية على التوالي. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نحصل على المركز الأول في هنا في تركيا، وأنا سعيد جدا بحصول قارب الموج مسقط على المركز الأول. الفرق الثمانية المشاركة خاضت 6 سباقات في اليوم الأخير بإسطنبول في أجواء مثالية، فقد كانت سرعة الرياح جيدة، الأمر الذي مكن الفرق من تقديم أداء متميز وزادت من حدة المنافسة التي كانت واضحة للجماهير، وهي تتابع القوارب ونصفها على الماء ونصفها الآخر في الجو، وهذه تقنية تتبعها الفرق عندما تكون الرياح جيدة لتزيد من سرعتها، ولكن استخدامها يتطلب مهارة عالية في التحكم بالقارب وتوجيهه نحو المسار الصحيح، وإلا أدى ذلك إلى الانقلاب
وبالتالي التأخر في السباق أو الحاق أضرار في القارب. طبعا الفوز هنا في تركيا بالمركز الأول يعطينا دافع كبير لتحقيق نتائج إيجابية في بورتو المرحلة القادمة وتمثيل الوطن خير تمثيل. طاقم الموجة مسقط استغل الظروف الجوية الملائمة في انتزاع المركز الأول من فريق ريد بول الذي كان قد ظفر به في اليوم السابق والذي كان أيضا خصما عنيدا في اليوم الأخير، وتبادل المركز مع الموج مسقط قبل أن يحسمه الأخير لصالحه في السباق النهائي بفارق 5 نقاط عن الفريق النمساوي. وفي الجانب الآخر كان قارب الطيران العماني قد فاز بالسباق الأول في اليوم الأخير في مؤشر واضح على الرغبة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق لتحسين موقعه وضمان مكان له على منصة التتويج التي كان قد اعتلى المركز الأول فيها في الجولة الأولى بمسقط، إلا أن الأمور لم تجري وفق ما اشتهته وفحل في نهاية اليوم رابعا وهو المركز ذاته الذي حل به الفريق في الترتيب العام بعد جولة إسطنبول. أحمد لانزي الرأي. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب والراي تيوب. يا من الله.